يعني الرجل مناسب المكان المناسب زي ما يقولون يعني ما شاء الله بالعلمية، برنامج ضيف ثقيل مقدم ثقيل، أعتقد وجبة دسمة أيضا. الله يسعدك قدرك والله، إن شاء الله أن يكون هالبرنامج يعني بإذن الله تعالى يعني نافع للجميع بإذن الله. يا رب. طيب أنا أقول بنطرح السؤال الأول ثم بعد أثناء ذلك نقول نصب هال فنجان القهوة، وش رأيك؟ الله يرفع قدرك، خلص عنك يا شيخ. لا لا والله عنك أنا، أنت كل مرة تصب ما شاء الله كرمك مغطينا يعني. طيب إحنا نبي نعرف أولا اللي هي مسألة، نبي نعرف فكرة البرنامج يا أبو دانا، برنامج التوحيد في الحج بدأ انطلق الأسبوع أعتقد الماضي، أطمنوا بذا على البرنامج، وش البرنامج فكرته إلى آخره، تفضل. طيب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءني اتصال من مدير قناة المجد العلمية، أمسي عليه بالخير، شيخنا سعد الأسمري. أنا ما سلمت. فكانت فكرة رائعة، يعني قال وش رايك نبدأ ببرنامج يركز على التوحيد. يا سلام. فيكون يعني عدة يعني محاور وعدة أيضا أبواب، يقول والله باب التوحيد في الحج انتهينا منه، ندخل على باب التوحيد في الصلاة انتهينا منه، باب التوحيد في الصيام، يعني كل عبادة تحتاج إلى أساس عظيم جدا وركن عظيم جدا. يعني تعرفون أن أعظم ركن من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، بناية للتوحيد. صحيح. تبنى على التوحيد، لذلك أي عبادة من العبادات تبنى على التوحيد. فكانت هذه الفكرة الرائعة من شيخنا سعد الأسمري جزاه الله خير أننا نبدأ بالتوحيد في الحج، واستضاف حقيقة ضيف يعني ما شاء الله تبارك الله مليء، يعني الشيخ من علماء المغرب الأستاذ الدكتور محمد المغراوي، ما شاء الله، وكان أستاذ دكتور في الدراسات العليا بجامعة القرويين بالمغرب، الآن تقاعد الشيخ كبير أيضا حقيقة. يعني أنا يوم رأيت الشيخ وزرته في كنا نجهز الإعداد معه، كان حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله مليء مليء جدا بالمعلومات، ما شاء الله. يعني كنت أجلس معه أعطيه سؤال أو نبي نعد على البرنامج يروح موضوع آخر ثم يتكلم فيه، ما شاء الله تبارك الله. حتى في الحلقة كنا يعني نرجع، يعني ما شاء الله تبارك الله إذا خاض موضوع معين يسترسل، يسترسل جدا إذا تكلم في موضوع مباشرة يعني ينطلق، وهذا ما شاء الله من بركة العلم. يعني الشيخ جزاه الله خير، أنا أتكلم في المغرب العربي، الشيخ من علماء المغرب، وبدينا في أول 5 حلقات تقريبا في التسجيل، فقلت أنا للشيخ سعد الأسمري قلت له الشيخ ما شاء الله لكنته المغربية تطغى يعني في الفصحى، يتكلم بالفصحى لكن لازم في حروف ينطقها بالمغربية. قال هذا البرنامج يطالبون فيه في المغرب إنه يعرض، فهناك جمهوره ما شاء الله كبير، ما شاء الله. فكذا أنا انبسطت، يعني دام إن ما شاء الله هذه الرسالة ستصل هنا وتصل هناك، يا سلام. فهذه نعمة عظيمة. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. كم حلقة يا شيخ؟ 30 حلقة. تبارك الله تبارك الله. حنا بدينا طبعا أو بدأ البث يوم الخميس، الآن 3 حلقات. تبارك الله ما شاء الله. وأي معلومات أي شيء عن الحج هو يعتبر مرجع يعني للناس. إيه هو طبعا البرنامج فكرته ليست شرح لصفة الحج أو شعائر الحج، وإنما التركيز على التوحيد. ولذلك في كلمة جميلة قالها مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الله يحفظه، قال الحج توحيد لله وتجريد للعبودية. يعني أخذنا هذا المصطلح وهذا اسم البرنامج التوحيد في الحج، حتى أننا نعلم يعني المشاهدين الكرام بأن هذا الحج ليس فقط شعيرة وعبادة وانتهينا، لا، هو يعني جزء رئيسي وأساسي للتوحيد. يا سلام. فأصبح يعني الحديث دائما على التوحيد، وأيضا ضده اللي هو الشرك. فيعني الحديث يتكلم عن التوحيد في الحج، بداية توحيد الربوبية ثم الألوهية ثم الأسماء والصفات، هذه موضوعات البرنامج. أيه هذا موضوعات البرنامج. جميل. طيب الآن خليني يعني نطلع شوي من البرنامج ونجي أنت أبو دانا نفسه، كيف تصف تجربتك في تقديم البرنامج هذا، وخلنا نقول يعني في تقديم البرامج بشكل عام يعني مع المجد؟ والله شوف أنا بسوي مثال يعني عشان يتضح المقال، لو في واحد في جامعة